الصين هي الدولة الوحيدة القادرة على التدخل على مستوى موازي ومساوي للأمريكيين وللروس، لأنها دولة نووية، دولة عندها جيش بالملايين، وقادرة على تحقيق الأمن إذا اتفق الطرفان. إذا أنت مع السيد دواس بأنه باب الحوار ما زال مفتوحا بالنسبة للحرب في أوكرانيا، يعني للوساطة الآن بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية عبر الصين كما تقول؟ أنا أقول نعم، لكن لحد الآن لا يوجد باب ولا يوجد خشب ولا يوجد مفتاح. يوجد هناك جدار قوي وصلب جدا. الصين تنتظر، والصين تستفيد من كل هذه الحروب الآن أنها لم تدخل في حرب ولم تدخل في حرب مع أحد منذ زمن طويل، وتريد أن يضعف الطرفان بعضهم بعضا لتكون هي يعني هي ثاني اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي وبعد الأوروبيين، وتريد أن تكون هي الاقتصاد الأقوى والدولة العسكرية الأقوى والدولة الأنظف، يعني أنظف عسكريا، أنها لم تتورط في معارك إن كان في أفغانستان، في العراق، في أي مكان، في كوريا، في حتى في تايوان. تايوان أنا برأيي يعني أنا أعرف الصين جيدا، ويعني كنت أقضي أشهر من سنواتي في الصين بسبب أعمالي التجارية، وأتابع الصين جيدا وأفهم الصين جيدا. الصين تتعامل بالنفس الطويل. استفادت الصين منذ سنة 1990 إلى يومنا هذا من التقدم الاقتصادي والصناعي في تايوان. نعم. وهناك رحلات مباشرة الآن بين تايوان وهونغ كونغ وتايوان. طيب. والصين وهم يستعملون سياسة النفس الطويل إلى أن يكون هناك اتفاق تغيير سياسي جذري في تايوان يؤدي إلى اتفاق. نعم. كما حصل الاتفاق بين سياسة النفس الطويل. سيد عويس، ختاما معك لو سمحت، هنا بالنسبة للأسلحة النووية وأيضا هذه المقاربة بالنسبة للصين والتعامل بنفس طويل مع أيضا الأزمات، ماذا عن الرئيس بوتين والسلاح النووي؟ مرة أخرى ختاما معك بأقل من دقيقة. الرئيس بوتين يعني هو بلطجي عربجي شبيح، ولكنه ليس مجنونا أن يستعمل أسلحة نووية. إن استعمل أسلحة نووية ستكون نهايته ونهاية الاتحاد الروسي، وسينقلب عليه حتى شركائه. نعم. في الاتحاد الروسي، وستكون نهاية إمبراطورية الروس أو السوفيات التي بدأت منذ 1850 إلى يومنا هذا. شكرا لكم الخبير في الشأن الأمريكي سيد محمد عويس، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن. أهلا بك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام الحلقة من برنامج في المنتصف، حتى نلقاكم، دمتم بأمان الله.